دلوقتي انت مع سموحه مع كابتن طارق العشري، وزي ما قلت في المقدمه ميزه كابتن طارق العشري انه بيعرف يبص على الموهبه، بيعرف يشتغل عليهم كويس، ويعرف يكبر كمان من الموهبه بشكل كبير جدا. اعتقد ده هدفك مع الكابتن طارق العشري، وانك بعد كده ليه لا هتطلع اوروبا تاني. اكيد طبعا كابتن طارق العشري من المدربين الكبار اللي حافظين الدوري المصري. وطبعا ده مش كلامي، ده احصائيات وارقام بتقول. يعني السيزون اللي فات مع نادي طلائع الجيش ما كناش متخيلين ان احنا ممكن نشوف نادي طلائع الجيش في المركز الرابع. صح. ودايما بيلعب اهلي وزمالك وبيراميدز، بيبقى ند بند والفرقه بتظهر بشكل كويس، بلس ان في اكتر من لاعب خرجوا لفرق كبيره. فكان هدفي ان انا اجي اتمرن مع كابتن طارق العشري اول ما عرفت ان هو طالبني بالاسم. كان الايجنت بتاعي محمد عبد الجابر واحمد عادل. لما طرح عليا الموضوع انا ما فكرتش دقيقه واحده، كان كل المشكله بس ان انا نادي الاسماعيلي وقعدت فيه سنتين وليا فيه ذكريات كتير حلوه مع زمايلي والاشخاص، لكن في نفس الوقت المكان ما كنتش شايفه ان هو هيكون مناسب ليا السيزون ده. بجانب ان مستر جاريدو اول ما مسك النادي الاسماعيلي ولعبت معاه ماتش ودي، فجي طلب مني شخصيا كده في ميتنج بيني وبينه ان انا مش، قال لي مش عايزك تسيب الفرقه. لان انا كان في مشكله صغيره بيني وبين رئيس النادي طبعا، حاجات اداريه وماليه. بالظبط. فقلت له والله انا نفسي اكون موجود، لكن المشكله مش عندي، المشكله عند رئيس النادي يعني. فقررت ان انا اجي للكابتن طارق العشري عشان عارف وواثق مليون في الميه ان شاء الله باذن الله السيزون ده باذن الله احمد مصطفى يكون في مكان تاني. هي مش غرور، لكن هي ثقه وامكانيات انا حاسس ان هي ان شاء الله في سموحه هتظهر اكتر واكتر.